تنحملش الا كان العربي ما يحملش النجاح ديال واحد اخر عربي. فوالا. السلام عليكم. واضح معكم ياسين مرابط من المغرب. ياسين مرابط من المغرب، 35 سنة، ديزاينر. الوالد ديالي هو اللي كان السبب ديالي باش دخلت الموضة، لحقاش هو كان خياط، وانا كان عندي واحد لو طالون اللي انا كنعرف نرسم، وحاولت ندير المزيج ما بين لو طالون ديالي و لا مود. سي فري كو الحلم ديالي كان نكون استاذ ديال الرسم، لحقاش كان كيعجبني الرسم في الصغر ديالي. والحمد لله حتى هذا الدومين اللي كندير فيه انايا، الدومين ديال تصاميم الازياء، عجبني دابا اكثر. دائما كيعجبني نلبس ازياء شويه مختلفه، ماشي اي واحد يقدر يلبسها ولا شي حاجه، كتعجبني الموضه اون جينيرال. هاد الشيء علاش خلاني بالضبط نميل لهذا المجال هذا ونعطيه واحد الحله جديده. هي كبرت في العائلة اللي متحضرة، زعما هادشي بالنسبة ليهم عادي، واحترموا الطموح ديالي وعاونوني غير لو سوتيان مورال، هذا هو أحسن حاجة. كنعطي رسالة ولا كنعطي شي حاجة كتشوف فيها الثقافات المغربية ولا الإفريقية، نحاول نحيي هادوك لي ماتيريو اللي كيكونوا عندنا اللي ما كنردوش اليوم البال، بحال الزربيه. وكنحاول نعطيه واحد صوره جديده باش تعطيه واحد التصميم هائل وغريب او ميم طون. كان عندي معاه واحد تصميم، هي واحد لافيست في الاغنيه ديال غزالي، وخدات واحد الفوز كبير، لحقاش كان تصميم بالنسبة للشاشة العربية، هو كان برودوي جديد. جمال ومعادي ضحك لي وخلاني مجنون راح سطاني. سعد المجرد هو يا صديق، وانا فرحان حيت خدمنا اونسومبل، وان شاء الله باقي مازال غادي نزيد نخدم اونسومبل. خدمت مع بزاف ديال الفنانين كبارين ومشهورين، خدمت مع دومبيك الرابور الاول في المغرب، نقدر نقول لكم حتى في شمال افريقيا. خدمت مع فنانين اجنبيين، لبست بحال الشيا كيز، كاني ويست، درت واحد لقاء مع ويل سميث، هو لبست شارابوفا البطله في التنس. هذيك الانسبيراسيون ديالي هي هو السكري، لحقاش كيجوني شي افكار ببساطه ولكن كنعرف نوظفهم. وبيان سور لي فواياج، كيعاونوني بزاف باش ناخذ افكار. على ليترونجي هما عندهم لا كرياسيون اوت كولتور، زعما هما كيمتازوا بالدقه في الاثواب، تصاميم في لي ديكو، وما عندهم افكار وحنا عندنا في افكار الحق. ولكن ما نساوش بان دابا الافكار ديالهم هما صافي تحدوا، دابا راه كيحاولوا يجيو لافريقيا باش ياخذوا الانسبيراسيون باش يوظفوا الافكار ديالنا. خدام على واحد لا كوليكسيون جديده مسميها كازابلانكا، المدينه اللي تزاديت فيها انايا. هاد لا كوليكسيون جولي لا ديدي بوغ الناس ديال كازا والناس ديال المغرب كاملين، وان شاء الله قريب غادي تخرج. احسن ميساج نقدر نقولو لا نوفيل جينيراسيون ولا كوتاس ولا جينيراسيون لا موين، هو الا عندكم شي طالون ولا عندكم شي موهبه ما تفرطوش فيها، كون مضاير بالناس بوزيتيف اللي كيكونوا اللي غيقدروا يعاونوك، وما تصنتوش لي كريتيك ديال الناس اللي غادي يحطموكم، بالعكس خليك ديما قوي وان شاء الله راه غتوصل داكشي اللي بغيتي. كنشكر واضح على هذا الانترفيو هذا، وكنتمنى ما نكونش ثقيل عليكم في هذا الانترفيو.